الموسيقى ليست مخصصة فقط للبهجة والسرور، إنما هي لغة عالمية يتلقفها البشر ويستمعون إليها، وهي تحاور وتدغدغ الأحاسيس والمشاعر، وتحاكي وتخاطب الضمائر، وتعبر عن كل الحالات التي يمر بها الإنسان من فرح وحزن وانتصار وانكسار. هذا هو لسان حال شخصية اليوم الذي حلق بإبداعاته الموسيقية خارج حدود الطبيعة، فغدا حالة مميزة تستحق التأمل والإعجاب. إنه الفنان الملحن ويليام حسن. شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني، حاططني دايما على بالك بدك تعرف شو ديني. شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني، حاططني دايما على بالك وبدك تعرف شو ديني. ما فيني رح قلك أمرك لو بتضيع عمري وعمرك، ما فيني رح قلك أمرك لو بتضيع عمري وعمرك. رح قلك كلمي بسرك حركاتك ما بتعنيني. لو تعرف معنى الوطني ما كنت بتحرق بلدك، هي أرضك صارت بري ولا شجرة في ولدك. لو تعرف معنى الوطني ما كنت بتحرق بلدك، هي أرضك صارت بري ولا شجرة في ولدك. ليش عملت وتابوت رصاص وقتل وجرح وموت؟ ليش عملت وتابوت رصاص وقتل وجرح وموت؟ ما في مخبر ولا صوت وإسا بتسألني عن ديني. شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني، حاططني دايما على بالك وبدك تعرف شو ديني. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأستاذ ويليام حسن فنحن أكيد شهادتنا مجروحة كتير، خصوصا أنا ما رح أحكي عن ويليام الإنسان، رح أحكي عن ويليام الفنان اليوم. ويليام مثل ما نحن بالإعلام قادرين نجسد حالة، نجسد صورة، نوصل صوت، هو قادر يعمل كل هدول ويعزفهم على وتر. يعني قديه حلو لما يحكي لك حكاية وهو عم يدق لك على العود، قديش حلو لما ياخدك ويسفرك من مكان لمكان هو عم يتنقل من وتر لوتر. شيء أصعب من أنه لسان ممكن يعبر عنه أو كلمة ممكن توصفه. باختصار ويليام حسن هو فنان سوري لكن انظلم بالساحة السورية. ليش؟ الجواب مو عندي. بسرعة وما عاد قلبي يعنيك، تسأل كل الناس بدقة وبعرف مش موجودي فيك. عم تمرق ايامي بسرعة وما عاد قلبي يعنيك، تسأل كل الناس بدقة وبعرف مش موجودي فيك. بيمرق يوم كنو سنة والسنة بالعم تنحني، بيمرق يوم كنو سنة والسنة بالعم تنحني. بقت فيها الدني وما عم بعرف كيف أرضيك. عم تمرق أيامي بسرعة وما عاد قلبي يعني. أهلا وسهلا فيكم. أنا بدايتي على آلة العود من الطفولة، كان عمري 10 سنين يمكن.
ما اتبعت دورات، ما حدا علمني على الآلة بالبداية، وتطورت الفكرة وكنت يسموني مهووس بالآلة يعني. وتابعت دراستي البكالوريا، ما كان عندنا معهد عالي بسوريا للموسيقى، فدرست رياضيات وتخرجت منها، درست فترة أيضا. أثناء دراستي بالجامعة كان عندي فرقة اسمها فرقة الوطن للأغنية، بسموها الملتزمة أو السياسية، وأنا ما بوافق على هالتسمية هي أبدا. في صوت بالبيت أهل غايبين، وغير الصوت بالبيت من تاركين. في صوت بالبيت أهل غايبين، وغير الصوت بالبيت من تاركين. طلع فيهم وبحاكيهم، طلع فيهم وبحاكيهم، وببكي لأني بعرفهم مش راجعين. سافرت على لبنان وصقلت دراستي على آلة العود بوجودي مع أستاذ كبير وبرأيي فنان عالمي، الأستاذ مارسيل خليفة، واللي هو ما بحب حدا يقول له أستاذ. وظليت فترة طويلة أنا والفرقة، بعدين اتجهت لمهرجان الأغنية السورية كلحن مشرف موسيقي على مهرجان المحبة بعدة دورات. أيضا اشتغلت بمهرجان بصرة، كنت أنا والراحل نضال سيجري مسؤولين بشكل وجداني عن الذكرى السنوية لرحيل سعد الله ونوس، وحضر معنا شخصيات كبيرة، محمد منير، أحمد فؤاد نجم، مارسيل خليفة، بحصين البحر. عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها، عيونك شوكة في القلب توجعني وأعبدها، وأحمي وراء الليل والأوجاع. أومدها فأنت حديقتي الخضراء، ما دامت أغانينا سيوفا حين نشرعها، وأنت وفية كالقمح، ما أغانينا سمادا حين نزرعها. الشاعر العربي الكبير الراحل محمود درويش، لحنت للشاعر محمود درويش 13 قصيدة. هو تفاعل مع الواقع وقرأ المستقبل بشكل جيد. من الأشياء اللي لحنت له قصيدة الأرض، بتوقع هي صالحة لهالزمان هذا ونحن شايفين شو عم بصير. لحنت عيونك شوكة في القلب، اجتزاء بعض المقاطع خلى الكلام يكون
يمتلك شمولية أكبر. لحنت كأني أحبك عمل عاطفي بامتياز، ويحق لمحمود درويش، لأنه البعض ما سمح له أنه يكتب أغنيات عاطفية بامتياز، مثل ما لحله الأستاذ ماسر خليفة أجمل حب. وسمي التراب امتدادا لروحي، وسمي يدي رصيف الجروح، وسمي التراب امتدادا لروحي، وسمي يدي رصيف الجروح، وسمي الحصى أجنحة، وسمي العصافير لوزا وتين، وسمي ضلوعي شجر، وأستل من طينة الصدر غصنا، وأقذفه كالحجر على المعتدين، على المعتدين. بلادي البعيدة عني كقلبي، بلادي القريبة مني كسجني، لماذا أغني مكانا ووجهي مكان، لماذا أغني، لماذا أغني لطفل ينام على الزعفران، وفي طرف النوم خنجر، وفي طرف النوم خنجر، وأمي تناولني صدرها، وأمي تناولني صدرها، وأمي تناولني صدرها، وأمي تناولني صدرها، وتموت أمامي بنسمة عنبر. أيضا الشاعر الكبير الراحل نزار قباني كتب بسنة 69 من مفكرة عاشق دمشقي. ساعة منسمع هالقصيدة أو منقرأها وبعدين منسمعها مغنات، إذا ما حدا بيعرف أنه هالكلام للشاعر الكبير نزار قباني، فورا بفكروا انه هاي القصيدة مكتوبة هلا بال 2015 بعد احداث سوريا المؤلمة عمرها 5 سنين. صار على ذراعي ولا
تستوضح السبب. الحزن والتعب وأرجع عيني إلى أسوار مدرستي وأرجع الحبر والطبشور والكتب. يا شام إن جراحي فمسح عن جبيني الحزن والتعب وأرجع عيني إلى أسوار مدرستي وأرجع الحبر والطبشور والكتب. الشاعر الكبير مارون كرم، الشاعر الغنائي اللي كتب اجمل اغاني وديع الصافي وماجد الرومي، تعاملت معه بثمان اعمال لحد الان وانا عندي تنازل كامل عن ثلاث دواوين. انت اللي انطريني مهما طال السفر وتبقي تذكريني في الماضى والعمر. انت اللي انطريني مطار السفر وتبقى تذكريني كل ما لهو القمر. وراحوا ورجع لي هجروا وفرحوا كل نطروا. وراحوا ورجع لي هجروا وفرحوا كل نطروا. وبعدك يا ناسي بتعود من السفر وبعدك يا ناسي بتعود من السفر وبعدك يا ناسيني بتعود من السفر. مش وحدك انت الغايب غايب معك قلبك ناس يعرض الحبايب والناس اللي بتحبك. مش وحدك انت الغايب غايب معك قلبك ناس يعرض الحبايب والناس اللي بتحبك. بيظهر بالغرب استغنيت عن هالتارك هالبيت تسأل يا بضول القمر. تسأل يا سميني بضول القمر. تسأل يا سميني بضول القمر. لحنت للشاعر الكبير جوزيف حرب اللي كتب أجمل أغاني السيدة فيروز.
أربع قصائد باللغة المحكية أو اللهجة العامية، اثنين منهم تغنوا بمهرجان الأغنية السورية وحصلت على جائزة الأورنينا، عمل منهم اسمه يا ريت والعمل الثاني اسمه الباب، وكان مرافق لها الألحان والكلمات الصوت الرائع فاتن حموي. تبقى الدنيا غيموتة للشغياب وغابي مثل ضيع بيوتا شي، والكل غلق بواب للمريح، وما كانت أغلو يا حبيبي للشاعر شعبان سليم، وكل هذا ضمن نطاق فرقة الوطن وبعض المهرجانات خارج وداخل القطر. الفنان وليم حسن إنسان استطاع بجهوده الخاصة أن يصل إلى مستوى فني رفيع جدا، ولحن لكبار الشعراء العرب. طبعا كان العود رفيقه منذ الصغر، وهذا العود استطاع أن يواكب بين ريشته وبين روحه والكلمات التي لحنها، فأبدع فنا جميلا بدليل أن عوده معروف أثناء العزف. لم يدرس في أكاديمية موسيقية ولم يتخرج من أي مدرسة، كان يكفيه فخرا أن أستاذه الكبير الفنان المعروف مارسيل خليفي. وحده ناطر
يطير بالسماء يحرس العشاق يعطي ضوء عيونه تا يحلى السهر. لو تعرف يا حبيبي لو تعرف يا حبيبي لو تعرف يا حبيبي شو قال القمر. كتبت بعض الأغنيات بإحساسي لأني مريت بفترة حقيقة كنت عم ببحث عن فكرة ما كان حدا يعطيني إياها، وهذا ما نضعف من الآخرين، ولكن إنه هيك إحساسي يعني حالة معينة اختلاف معين كتبت، وبتوقع إنه مش الحال يعني، ولكن أنا ماني طرح حالي شاعر أو كاتب كلمات أغاني. والفنان وليم حسن استطاع أيضا نتيجة عدم وجود كلمات مناسبة أن يكتب كلمات بعض الأغاني، فكان موفقا فيها جدا، ووصل إلى مرحلة شعرية أستطيع أن أسميه شاعرا نتيجة إحساسه باللحن، استطاع أن يحس بالكلمات والمفردات من خلال ذلك. ويليام لم يكن في يوم من الأيام طالبا لمادة أو لشهرة، وقد ظلم كثيرا في مسيرته الفنية بدليل أن قلة من الناس يعرفونه، مع احترامي لجميع الناس يعني، والسبب في ذلك ربما أكثر من جهة أو أكثر من سبب، لكنه عندما تسمع عوده تقول أنه فنان حقيقي ومبدع بكل معاني الكلمة. أكتر من واحد قال لي إنه ما بدك ياني، كان فيك تقلي حلي كونك قادر تنساني. أكتر من واحد قال لي إنه ما بدك ياني، كان فيك تقلي حلي كونك قادر تنساني. عطيتك كل شي عندي حب آه وسهر ولو عد قلب، عطيتك كل شي عندي حب آه وسهر ولو عد قلب. تاريك اللي عندك لعب ويلي براسك شي تاني. أكتر من واحد قال لي إنه ما بدك ياني، بآخر سهرتنا فضيحتنا قدام الناس ضلك تحكي بقصتنا. مين قالك إنه الأحساس خلص بآخر سهرتنا فضيحتنا قدام الناس ضلك تحكي بقصتنا. أول مرة حكيتك يمكن بعدها حبيتك، أول مرة حكيتك يمكن بعدها حبيتك، آخر مرة ناديتك طفيان وأنا سهراني. أكتر من واحد قال لي إنه ما بدك ياني. مؤخرا اتعاملت مع شعراء شباب جميلين، آخر الشاعر سامر بشلاوي، شاعر مميز جدا جدا جدا، والتميز برأيي أنا بيجي من الفكرة، من الومضة، من الحالة اللي بيعطيني إياها، لأنه تقنيات الشعر كتير ناس قادرة تكتبها، ولكن حالة الإبداع هي ما أنا متوفرة بأي حدا. والأول عمل أنا بفتخر أني لحنت له لا تتفشني إذا بتريد، بتمثل واقعنا المرير، واقعنا العربي طبعا المرير، وعم حضر له عمل آخر، وهذا العمل اللي هلا إن شاء الله رح تسمعه.
هو قيد الإنجاز بالاستديو ولح أعلن شغلة ببرنامجكم وهي خاصة لكم، أنه الأستاذ والممثل الكبير قاسم ملحو هو لح يحط صوته على موسيقى هالعمل، هو لح يغني لا تدفشني إذا بتريد، مثل ما كان إلي الشرف سابقا أنه غنى لي من كلماتي وألحاني أغنية ما لح أذكر عنوانها على الهوى، غنى لي إياها الفنان الكبير فائق عرقسوسي والممثل الراحل الكبير حسن إسرب. انا عربي وطبعي عنيد، لا تجربني بطولة بالي، لا تدفشني اذا بتريد انا بوقع مني لحالي، انا عربي وطبعي عنيد ولا تجربني بطولة بالي، لا حدا يتدخل فيه وانا وحدي بقتل خيي، لا حدا يتدخل فيه انا وحدي بقتل خي، حكمة امتنا العربية لا تأذيني بأذي حالي، لا تدفشني اذا بتريد انا بوقع مني لحالي، انا عربي وطبعي عنيد ولا تجربني بطولة بالي، انا الله موكلني اني احرق باسم قلوب الناس، واعطاني مفتاح الجنه وسيوف عليها حراس، انا الله موكلني اني احرق باسم قلوب الناس، واعطاني مفتاح الجنه وسيوف عليها حراس، بحرق وطني ما بهم، بذبح طفل بتبكي ام، بحرق وطني ما بهم، بذبح طفل بتبكي ام، وبفرح بشوفك يا دم، ما في عندي شي غالي، لا تدفشني اذا بتريد انا بوقع مني لحالي، انا عربي وطبعي عنيد ولا تجربني بطولة بالي، وليام حسن فنان سوري كان بيستاهل العالمية وهو فعلا بيستاهلها، لأنه لا يقل أهمية عن أي ملحن عالمي، لأنه قدر يوصل شيء، ساعد كتير، عمل شيء. وليام حسن له اسم برا سوريا، له تاريخ كبير، لكن للأسف نحن لليوم بال 2015 ما عم نعرف هيدا الشيء، ما قادرين نعطي هيدا الإنسان قيمته وحقه الطبيعي، نحن ما عم نعطي شيء زيادة، وماني طالبة حدا يعطي حدا شيء زيادة، طالبة بس نقدر نوصل له الحق يلي بيستاهله. هذا سؤالي يلي أنا اليوم عم بطلب من كل حدا عم يشوفنا إنه يجاوبني عليه برسم الإجابة، وين الفنانين السوريين؟ وينهم؟ وين حقوقهم؟ نقابة الفنانين شو عم تعطيهم؟ وأستطيع أن أقول أيضا أن الفنان وليام حسن من خلال ما عمله يجب أن يكون مشهورا ومسلط الضوء عليه بشكل يعرفه جميع السوريين أو العرب أو أبناء المنطقة. السبب في ذلك أن اختيار الكلمات لدى وليام حسن تكون بشكل دقيق ومناسب لما يستطيع أو لما لديه من إمكانيات في تلحين هذه الكلمات، فليست أي كلمة أو ليس أي بيت شعر أو أي أغنية عامية تصح أن تكون لحنا لدى وليام حسن، لذلك يبحث عن المفردة بحثا جادا ودوبا يستطيع أن يوصل لحنا جيدا أو أغنية جيدة. ما
بشتاق الحنانك ما عندي عنوانك، مشتاق الحنانك ما عندي عنوانك، ما بسافر ولا دقيقة ولا بجيب لك هالدقيقة، ما بسافر ولا دقيقة ولا بجيب لك هالدقيقة، لو أنا مكانك لو أنا مكانك، آه لو أنا مكانك لو أنا مكانك، آه آه لو أنا مكانك. وليام حسن في النهاية فنان امتلك جنون الإبداع، إذا سميناها جنون الإبداع، أي أدوات الإبداع الجدية، وهو حاضر بديهة وسريع العمل، يستطيع أن يمشي معك من خلال كلمات بلحن محدد وفي لحظة محددة. بدي لكم ويليام حسن بيستاهل، بيستاهل أنه نسلط الضوء ويكون ضوء كتير قوي، ضوء يعني، لأنه هو ضوء، هو عم يعطي إشعاع بحالة رائعة. يعني لما أنا عم بحكي عن ويليام حسن بحط ثلاث نقاط، بحط صمت، لأنه الكلام بيعجز أنه يعبر عنك ببساطة. عيونك اللي بيشبه لون مسات الشريق، واللي نبيد الليل الأسود شربانين، يا حبيبي لمين عيونك هالحلوي يا حبيبي لمين عيونك هالحلوي، واللي مثل غيم بحري تعبانين، وحياة الخيال العم يلعب عجبينك، والنوم اللي بعده معلق عشفونك، وحياة الخيال العم يلعب عجبينك، والنوم اللي بعده معلق عشفونك، ما في ولا سيف لا ليلة صيف، صيف ولا بحيرة ولا غاري أجمل من عيونك، في بحر بعيونك موز وغرقانين، وعم عمواج ناديل الصيادين، في بحر بعيونك كنوز وغرقانين، وعم تلمع عمواج ناديل الصيادين، لا بحب الضباب ولا عصافير المي، ولا شجرة عباب عم بتشتي في،
حببها العيون لون لما يكون حببها العيون لون لما يكون مثل شمس غياب وباقي منا شوي مثل شمس غياب وباقي منا شوي يبلش الليل بعيونك حزين يبلش الليل بعيونك حزين شوف رفوف الطير هني وراجعين شوف رفوف الطير هني وراجعين الفنان ويليام حسن كما ذكرت لم يشتهر كثيرا لأنه اختار الكلمة الجادة في حياتي وبعد عن الأغاني الهابطة المعروفة حاليا فكان يحارب كل ما هو هابط باللحن والكلمة والموسيقى وهو قد استطاع أن يختار أغاني أو أغاني جيدة له أبقت مستواه في مستوى عالي من الفنية ولأنه لم يلتجئ إلى الأغاني الهابطة يبدو أنه سبب من أسباب عدم شهرته شكرا شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني حاططني دايما على بالك بدك تعرف شو ديني شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني حاططني دايما على بالك وبدك تعرف شو ديني ما فيني رح قلك أمرك لو بتضيع عمري وعمرك ما فيني رح قلك أمرك لو بتضيع عمري وعمرك رح قلك كلمي بسرك حركاتك ما بتعنيني لو تعرف معنى الوطني ما كنت بتحرق بلدك هي أرضك صارت بري ولا شجرة في ولدك لو تعرف معنى الوطني ما كنت بتحرق بلدك هي أرضك صارت بري ولا شجرة في ولدك ليش عملتوا وتابوا رصاص وقتلوا جرح وموت ليش عملتوا وتابوت رصاص وقتلوا جرح وموت ما فيا مخبر ولا صوت وإسا بتسألني عن ديني شي مرة لو تسأل حالك ليش مفكر تلغيني حاططني دايما على بالك وبدك تعرف شو ديني